السلام عليكم، اسمي جمال ألفا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. شكرا على مشاهدتكم وأتمنى لكم فرجة ممتعة. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم. شي حاجة كتمرضك، شي حاجة كتعبك، شوفي تحداوني كتحداوك جمال أنك تهدا غدية عادية، شي بدلي ديال الفيديو تكون عادية بحال اليوتيوبرز كاملين. معرفة أنت اللي هاد المرة كتكون بطاطا، هاد المرة معرفتي سبونسور سرق زيت. المهم إخوان، إعلان بسيط بالزربة. اليوم كنقفلوا عامين، اليوم قفلنا عامين، اليوم عيد ميلاد ديال قناة جمال ألفا. كانت قناة من 2014 كانت غير مزوطة، بدينا يعني في جوية 2016 واليوم قفلنا عامين. من نهار بدينا كنحطوا فيديوهات بشكل يومي. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، شكرا بزاف. حتى واحد ما تفكر باللي اليوم قفلنا عامين، حتى واحد ما دار حلوه، حتى واحد ما صيفط لنا جويز انيفيرسير. الناس اللي كيحبوني بصح كتبوا جويز انيفيرسير وبارطاجيو الفيديو على 20. حيت انفو نقول لكم واحد السر، انفو كتوصل الحلقه ديال الترولات الاخيره 100000 مشاهده كنوض كندير حلقه اخرى. يعني لو وصلت ديما حلقه ديال الترولات 100000 مشاهده عاولوا انه غادي تجي حلقه اخرى ان شاء الله. المهم بداو. اعزائي الكرام، اعزائي الشكار، حمزه خويا جمال اخي الصغير مريض دوزو في فيديو، قول للمشاهدين دعيو معاه بالشفاء. عمرني نسالك هذا الخير وديما كنتفرج فيديوهات ديالك. الاخوان شي دعوه ديال الخير، غنبداو الحلقه بهاد الصوره هادي. شي دعوه ديال الخير مع الاخ ديالو، الله يشافي كاع المرضى ما شاء الله. فنيكيش قول لي راك تسيب قناه جمال الفا، احسن قناه مغربيه. الله يشافيه ليكم، الله يشافيه ليكم يا ربي. كريم، فاش كتكون متبع شي سيري في اليوتيوب وكيتفرج باسي وكتشوف راسك فليك؟ لا ما عنديش انا الشعر. تيمو، الناس العاديون في وقت الفراغ ينامون، الناس المتميزون يصنعون الترولات في وقت الفراغ، اما الاساطير يتلون كتاب الله. فاش كتكون كتشرب وكتسمع جدك كيقول واش ما شفتوش الغراف ديال الماء اللي كنحط فيه فمو ديالي؟ اليوم صعيب صعيب ضحكني صعيب. فاش كتمشي دفوس كتغني مزيان باش تبوسك نانسي شويه كتبان لك كاظم الصهير قاصدك. فين جاي يا ولدي؟ زهير، بعد ساعه وانا نثبت باش عرفت انه هو شاد الجيتار في يديه. مهم جعني ولد الحرام. تانا بتعرف بلي الجيتار داكشي علاش كليكيت على التصوير. رام، فاش يدير لك عشير جام التصويره ديال 2009 اللي حبنا نحبوه واللي كرهنا نكرهوه. تقدر تكون خير مني مي جامي تكون كيفي شات. هاد المشكل هذا كنعانيو منه الصراحه. يعني كتكون واحد التصويره قديمه انت نسيتيها وتجي ديك واحد بالعاني لايك ولتي كومونتي. اين فوا كيدير لايك كطلع الامه كامله وكيطلع لك لي طرو. خصني ندور على تصاوري كاملين نمسحهم. داك عشيرك اللي كيبقى ديما يسولك واش كاين شي تيتيز. استغفر الله العظيم. كريم، كنا في الطاكسي كنهضروا على اوضاع ديال المغرب وتنوض وحده تنقص وتقول لنا الحمد لله لقيتوا الخبز كلوا وسكتوا. قلت لها خالتي بغيت نخطب بنتك شحال طربي من الخبز الطريق كامله وهي ساكته مسكينه. كوكس منك كنت ديت لها جوج خبزات هذوك ديال الدار جيت بها ب 50 ريال هذوك هما اللي ندي لهم. كلوا الخبز وسكتوا. يهلكوك يا خويا حق الله. ياسين، البارح مشيت نخطب واحد المستعشة وطلبوا لي 5000 درهم. واش درتي؟ زدت على 5000 درهم شريت تي ماكس. كاين شي تي ماكس بمليون. مروان، حيدت تم بلاصتها باش ندوز، كنتمنى تدوزني. تحية لمروان، تحية لمروان، تحية لمروان، تحية لمروان. حيد 5000 درهم في الصمون جي دوز في الحلقة. برافو، سير لله دابا الفول. اشرف، فاش كضرب كوستار وكدير راسك لاباس عليك، عطيتو الطوموبيل غسلها كيتسركل عليها. علاش قلت لكم خاصني نمسح تصابري على ود هادشي؟
فوالا التليفون ديال دوك البنات اللي كتقول لك ما تبقاش تعيط ليا ابل فيديو راني جالسه مع الدار. اخيرا ترول يستحق، اخيرا ترول تيقول الحقيقه، اخيرا اخيرا جالاكسي احسن هاتف نقال وكتلقى ديما بيبرو. عبدو فاش كنتي صغير وكتشرب بومس وكدير راسك سكران، ويلي لا دوز طلعت اليوم الرونه في الحومه. ما يمكنش انه يكون عندك واحد الكاس وكتعمر فيه بومس وما تعيشش اللحظه. شحال من واحد تيدير تيخوي واحد الشويه وتبقى تخزات، فهمتي؟ باش عارف راه مشهيين الحرام، يعني ضروري انه يعيش اللحظه، يعيش اللحظه راه باغي يدير فيها سكران. سامو عراقيل النجاح في المغرب كل درجه تلقى فيها كل. والله ما كذبوا حق الله، والله ما كذبوا، الحقيقه المره هي هذه. واني كلاب ديال البشر، اما كلاب ديال بصح راه اوفياء. كانت جايه تصلي وسولات واحد الرباطي على الجامع فين جا، مسجد حسان بالرباط، امير المؤمنين تراس حفلا ديني لاحياء ليله القدر المباركه. ملا بغيت زعما نصفي نيتي، يعني تقدر؟ لا مجال لتصفية النفوس. محسن عيش حياتك كيف ما بغيتي وما تعيشهاش كيف بغاو الناس. فلسفيا راك في هاد الصورة معول على الناس. المهم ماشي ناس غادي يتقلقوا، وين الغالب الله الغالب الله. حسين فاش كتمشي لشي ولي صالح وكتقول ليه جيت قاصدك ومقصود الله، من اللي عارف مقصود الله علاش مصدع ليا راسي؟ وحق الله ما بغاتش تفهم ليا هاد القضية هادي، ما بغاتش تفهم ليا. بلا انا باقي مطنق، باقي في عهد الجاهلية. فاش مرتك كدير كسيدة ولكن الطبيب عشيرك. مستحيل تصفي نيتك مع هاد الشعب. عبدو باش كتكوني غادي انت وصاحبك وكتلقاي شي بنت كتشوف فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. نقدر نسمح في الاحلام ديالي كاملة على قبل هذا. الله وياه. سندوتش جامبو لو سمحت. سندوتش جامبو. عايزه كبير وبيشبع. سندوتش جامبو كبير وبيشبع. املا كاتشب لو سمحت. سندوتش جامبو مليان ايس كريم فانيلي. ممكن السندوتش يكون محمص؟ سندوتش جامبو طبقتين من البسكويت مليانين شوكولاته. يا ريت يعني تحطولي في كيس. سندوتش جامبو شكله ما تقدرش تقاوم اللي جواه. انت بتتكلم عن ايه؟ ساندويتش جامبو، ساندويتش الايس كريم اللي ما تقدرش تستغنى عنه. ليك في الايس كريم يبقى ليك في جامبو. جامبو ناري كنت شهاتي شي بليا باقي دابا، بغيت غندوق. والله ما كرهت. ايوب سلام خويا. سلام اختي لاباس خويا، واش كتفهم التليفونات شويه؟ وي اختي مرحبا، كاين ما نقضيو. خويا ما عرفتش على السميره وجميل وعبد الستار ما خدامينش عندي، شنو هو؟ بلاتي نكتبهم في فرونسي. كاميرا جيميل اب ستور. شبعوا خبز ولاد العاب بلاتي، انا جاي عندهم نشوفهم علاش ما باغينش يخدموا. عجبني عبد الستار. فاش كتبغي تحيد الفولار الحجابي عفاتي. زوين احمد داك عشاك غير كتهضر معاه كيطيح لك المورال. اخويا الحياه صعيبه والخدمه في المغرب ما كايناش، وحنا ما مطفريناش في قرايه وجهنم كتسنى يا ربي ندخلوا للجنه. جاي الكلب الوحيد اللي كنتيق فيه مو هاد الهنود، واخا يدخل الوليد على غفله كيبقى غير يشم. كاينه فري، كاينه فري. ما تلقاش شي فيلم هندي من غير دوك الافلام الاخرين اللي ما فيهمش، فيهم غير الشمان، فهمتي؟ عزيز عليهم الشمان، وملي كتذكر الشمان كتفكر واحد النوع ديال المخلوقات عزيز عليهم غير الشمان. ولاد 2003 ليلة الدخلة. ولي راه ما كذبوش اخي، راه ما كذبوش. هاني راه دخلة مليحة.
بغيت سبب مقنع علاش هاد الفنيون كيخافوا منه البنات. المهم حتى حنا بغينا السبب نشوفوا هاد الفنيون علاش البنات كيخافوا منه. عطيونا جواب وغادي تكون هذه نهايه الحلقه ديالنا، الحلقه اللي كانوا فيها بزاف ديال الطرولات معاودين، بزاف ديال الطرولات اللي هما قدام دازو. حاولوا تجلبوا الطرولات اللي دازو الاخوان، حاولوا تقاوموا التكرار، جيبوا شي حاجه جديده، بغينا شويه الابداع. كنتم توقع أنكم تحتفلوا بعيد ميلاد ديال القناة بشكل زوين، ترولات زوين، ساعة ما صدقتوش الإخوان. شكرا لكم بزاف على المشاركة، كنعتذر من الناس اللي ما دازوش معنا. حلقة الترولات اللي ما جاية إن شاء الله كتوصل الحلقة 100,000 مشاهد، كنوجد حلقة من بعدها. المهم ما تنساوش الاشتراك، لايك، تقولوا لي الترول اللي عجبكم بزاف، تلاقاو فيديو آخر إن شاء الله، السلام عليكم.